كنظن ظننا اليوم مطالبين كبرلمانيين اننا نمشيو في هذا الاطار واللي ما لا خلق مجموعه موضوعاتيه تعنى بتتبع تمدرس الفتاه القرويه كذلك اقترح ان يكون عندنا واحد الباغومتر اللي يكون في المؤسسات التعليميه خصوصا القرويه هذا البارومتر اللي كنشوفوا الى اي مدى يحترم مقاربه النوع في المؤسسات التعليميه سواء التعليم الابتدائي الاعدادي الثانوي وكذلك الجامعي اليوم مجموعه من الدول كنشوفوا في الميزانيات واحد الميزانيات خاصه بمقاربه النوع لما لا اليوم تكون عندنا جندره الميزانيه الميزانيه اللي التعليم للتعليم يكون عندها واحد الشق اللي هو فيه تكون جندره ديال هذه الميزانيه وهذا شيء مهم جدا لان اليوم غير معقول اننا يعني غنتكلم عاوتاني من من اطار التجربه ديالي اليوم كنشوفوا بعض المرات استاذات باحثات اللي كيقوموا مجموعه ديال 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 البحوث وكيمثلوا المملكه بواحد التمثيل اللي هو جد ايجابي بالتالي اليوم هذه آه المساله ديال الجندرات الميجانيت كنظن انها آه يمكن ان تساهم بشكل بشكل كبير غنختم بواحد آه المساله اللي هي بسيطه وهي بحال واحد المشاركه بغيت نتقاسمها معكم واحد واحد التجربه شفتها مؤخرا ديال آه تجربه بحثيه حول اثر السياسات العامه على تعليم الفتاه القرويه وهاد التجربه بحثيه هما واحد الناس بغاو يديروا واحد التجربه ناس باحثين متخصصين داروا تجربه باش يشوفوا الأثر ديال السياسات العموميه بين سنه 2015 و2019 على تعليم الفتاه القرويه النتائج كانت في الحقيقه جد مخيفه لان هاد الفتيات القرويه حنا كنبعدوا على المدينه وكنفهموا بان الفتاه القرويه والطفل في عموما في القرى ما كاين ما عنده حتى شي علاقه بالسياسات العموميه علاقته الوحيده بالتعليم هو ذاك الاستاذ اللي كيجي كي عندهم حنا راك عارفين التقاليد المغربيه الام غتعطيهم شي شويه ديال البيض شويه ديال الدجاج باش يتهلاو في ذاك المعلم آه ولا في ذاك ذاك الانفيرمير عارفين العقليه القرويه هذه هي العلاقه اللي كاينه ما بين التعليم آه او الطفل في القرى والجانب الجانب, الجانب التعليمي ما كاينش اثر للسياسات العموميه لكن اليوم آه حنا جد فخورين ان اليوم وصلت الفكره ديال المدارس الجماعاتيه اليوم في القرى حسوا بالاثر ديال المدارس الجماعاتيه حسوا بالاثر ديال لو ترونسبور سكولير لصالح الاطفال في القرى حسوا كذلك وكذلك بالاثار ديال مدارس مدارس الرياده كنظن اننا طريق الاصلاح يعني عامين ونص وصلنا لهاد النتائج كنظن اننا غاديين في طريق صحيح صحيح ان اصلاح التعليم خصو سنوات وخصو واحد النفس اللي هو طويل لكن كنظن اننا ان القدر باش يختار تجمع يقود هاد هاد الملف كنظن هذا شيء ايجابي جدا نتمنوا الخير لهذه البلاد ونتمنوا الخير ان شاء الله لهذا لهاد الملف ونتمنوا اننا ان شاء الله حتى kon ne le bon clasmortele bi